مساء الخير. أم سيدنا موسى لما كانت خايفة على ابنها من فرعون وهو كان طفل رضيع، ربنا أوحى ليها: فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم. إزاي لما تخاف عليه تلقيه في اليم؟ مستحيل يتعمل الفعل ده وعقلنا البشري يستوعبه من غير إدراك معنى اسم الله المؤمن. يعني إيه المؤمن؟ اللي نعرفه إن إحنا اللي ربنا سمينا مؤمنين، فإحنا العباد مفروض نكون مؤمنين بالله، وأصل معناها يعني مصدقين بالله وبكل أفعاله ورسله وكتبه وآياته، وحاسين بالأمان لكل تدابيره وأقداره. لكن معناها إيه إن ربنا مؤمن؟ مؤمن بإيه؟ مؤمن من فعل أمنة، وأمنة تشمل معنيين: التصديق والأمان، والصفتين دول ما يتفصلوش عن بعض. مستحيل أمان من غير صدق، ولا تستشعر معاني الصدق من غير الأمان. فربنا المؤمن يعني المصدق بألوهيته ووحدانيته بقدراته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. دي شهادة من الله على ذاته العليا. حاجة تانية، ربنا مؤمن ومصدق رسله، مصدق المؤمنين بيه. يعني إيه مصدقهم؟ ولله المثل الأعلى، زي ما بتقول لحد أنا مؤمن بيك وبرسالتك، يعني هدعمك وهكون سند ليك. فربنا في ظهر رسله وفي ظهر المؤمنين بيه، فينصرهم بطريقته على أعدائهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فيبقى معنى المؤمن هو المصدق ومصدر كل الأمان. طيب ليه ما بنحسش بالأمان والخوف دايما مسيطر علينا؟ لأن الفكرة المسيطرة علينا إن الأمان شعور مرتبط بعوامل مادية ملموسة، اتوجدت هنحس بيها، ما اتوجدتش هنفضل في خوف. ربطنا الأمان بالماديات بشكل معين للحياة، بطلبات محددة بعينها. كل ده مش مصادر الأمان الأساسية، هي وسيلة لكن ملهاش أي دور ولا قيمة لو مصدر الأمان الأساسي مش موجود جواك. هتحس طول الوقت إنك بتجري ورا شعور بالأمان مزيف. الخطوات اللي عملتها أم موسى خطوات ما يقبلهاش غير عقل طبق معنى واسم الله المؤمن. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. أن أرضعيه يعني خدي بالأسباب. فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم، ولو خفتي توكلي على الله المؤمن. ولا تخافي ولا تحزني، اطمني وحسي بالأمان بالله. إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. الإيمان بينتج عنه اليقين والثقة، وفعلا رميته في اليم لأن كان ده السبب الوحيد اللي تقدر تاخده، ورجع لها لكن وهو نبي وعزيز مصر. قوانين الدنيا دي ولا حاجة قدام قوانين ربنا. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الثقة بالله واليقين بيقلب الموازين، لكن مش هتتوجد بدون تفعيل معاني الأمان مع ربنا بتفعيل اسم الله المؤمن. الأمن والأمان هو أهم احتياج للبني آدم، وبيفضل طول عمره بيحاول يستمده من شغل، من جواز، من فلوس، من بيوت، من أولاد، من الناس بصفة عامة. واللي جرب وداق ده حس بإحساس افتكروا أمان، لكن ملهوش علاقة بالأمان الحقيقي اللي بيستمده من المصدر اللي هو ربنا. ده أمان معاك في كل وقت وتحت أي ظرف وفي أي نقص أو منع. لكن الشعور ده له تمن وله شروط. ربنا قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حاجتين: إنك تؤمن بالله وتصدق بقوانين وتتبعها، والحاجة التانية إنك ما تفسدش إيمانك بالظلم، سواء ظلمك لنفسك أو ظلمك لغيرك. اسم الله المؤمن من أهم الأسماء اللي لازم نفعله جوانا ونتخلق بيه. حلقتنا النهاردة مع ضيفنا الشيخ عبد الأزهري من علماء الأزهر الشريف، هنتكلم بالتفصيل بعد الفاصل.